مظاهرة عدة شملت معظم المناطق السورية حملت اسم المشروع الصفوي تهديد للأمة. أراد السوريون من خلالها التأكيد بأن مخططات إيران وأذنابها من ميليشيا حزب الله والعراق هي محاولة لإعادة أمجاد الدولة الفارسية، ولكن هذه المرة على دماء السوريين. ففي سقبة بريف دمشق خرجت مظاهرة لإحرار المدينة أكدت مواصلتهم الدرب، لتلحقها كلا من عربين وداريا ودومة وبيت سحم والمليحة، التي ورغم الاشتباكات العنيفة التي تدور في معظم أحيائها وبخاصة قرب حاجز النور، إلا أنها أصرت على الخروج وأعلان وقوفها في وجه هذا المشروع الصفوي، وهو ما تكرر بالمظاهرات التي جابت منطقة العسالي في قلب العاصمة دمشق. أما حلب فقد شهدت جل مناطقها ذات المظاهرات، حيث انتشرت المظاهرات في حي السكري وبستان القصر وبني زيد والميسر وقاضي عسكر والشعار، إضافة لمدينة منبج. بينما في إدلب وبالتزامن مع تحرير الثوار لمعسكر وحاجز الإسكان العسكري، خرج أهلها في مظاهرات معبرين عن فرحتهم بهذا التحرير بانتظار تحرير سوريا كاملة من نظام الأسد وأزلامه في إيران وحزب الله والعراق. في درعا خرج الأهالي من المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة في مظاهرات جابت شوارع معربة وداعل واليادودة، إضافة إلى درعا البلد والمحطة، مرددين هتافات واحدة تتمثل بوقوفهم مع القصير، كما أكدوا على تضامنهم مع بصر الشام ومحاربتهم لميليشيا نصر الله الشيعية التي تحارب المدنيين والثوار هناك. وفي حمص التي ورغم الحصار التي تفرضه قوات النظام والقصف الذي تتعرض له، إلا أن المظاهرات شملت المدينة وريفها كما في حي الوعر والأحياء القديمة، إضافة لتلبيسة والرستن وغيرها من مناطق الريف الحمصي. المظاهرات استمرت في مناطق حماة ودير الزور والرقة، حيث انتشرت فيها العديد من المظاهرات التي جابت الشوارع، كما في كفر زيتا وكفر نبودة واللطامنة في حماة والقورية والميادين والموحسن في دير الزور، إضافة إلى معظم أحياء الرقة المحررة.